سائل يقول: ما الأسباب التي ينبغي على المسلم التمسك بها للخروج من الفتن في هذا الوقت؟ الاعتصام بكتاب الله عز وجل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنها ستكون فتن في قطع الليل المظلم. قالوا: ما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: كتاب الله. قال: كتاب الله. وقال صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراً، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. فالخروج من الفتن يكون بأمور: الأمر الأول التمسك بالكتاب والسنة، والأمر الثاني التمسك بما عليه الخلفاء الراشدون والقرون المفضلة والسلف الصالح. قال صلى الله عليه وسلم: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. قال الله جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. هذا هو المخرج من الفتن: اتباع الكتاب والسنة، اتباع ما عليه الخلفاء الراشدون، اتباع ما عليه السلف الصالح من خير القرون من هذه الأمة. هذا هو المخرج من الفتن. لزوم كذلك من المخارج لزوم جماعة المسلمين وإمام المسلمين، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لحذيفة لما سأله: عندما تتعاظم الفتن وتتلاطم، قال: ما تأمرني يا رسول الله إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمام المسلمين. قال: يا رسول الله، أرأيت إن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: أن تعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. نعم.